يعني المحامي له سنة امتياز بروح بتدرب، الطبيب كذلك، حتى خريج اللي بده يدخل ترجمة لازم يدخل كمتدرب. وفي آلاف الشركات ترجم في العالم بيقدر يشتغل الفريلانسرز. وفي ناس عايشين، إلي صديق كان هان رئيس قسم ترجمة في الأردن، رئيس قسم يعني، بعدين عزمني على إربد، بقول لي انا تركت ليش؟ قال لي انا هيني بطلع 2000 دينار متعاقد مع وزاره الدفاع الامريكيه، فاهم علي؟ حتى أفهمك. مرات بتقول لي والله زيك تخلقت بضل قاعد لي هسه في الدار قبل بكيرو عمان يغيب له كم من ساعه، فاهم علي؟ المهم يعني القصد انه في فري يعني صناعه الترجمه قبل الكورونا كانت 53 مليار دولار. احنا ما نعرف شو بنسوي، بنكسر في كمان. يعني القصد صحيح في صحيح. يعني في حركة ترجمة في العالم، بقدر أثبت نفسي. حتى أنت كبنت يعني مهم، شوفي هي مهنة المرأة ليش؟ لأن المرأة أكثر صبرا وأكثر إتقانا وأكثر حساسية. المرأة ودقة مخلوق كمان، حساس، دقة. بتحبش الإحراج، يعني بتتقن عملها. الزلمة طبش بشكل عام، دفش، وأنا أولهم يعني. هسا فهي حتى أجى العريس التعيس ولا ما أجى بتقدر تشتغل في ترجمة. اتجوزت وكبرت جوزها واولادها وصار عمرها 90 سنه تقدر تشتغل فريلانسر. يعني صح القصد صح هي مهنه والله. الترجمه، يعني انه مش غلط. حتى لو صرت مهنه اخرى مدرسه برضه اثق لي بالتدريب، انا راح اشرح يعني خبرتي يعني كمترجم. انا مدرب من عام 2005 للعلم، وبدات في قطر، عقدت 4 دورات ترجمه في قطر و4 ندوات ترجمه، وبعدين في الأردن، بعدين في فلسطين. يعني أنا انشهرت برا قبل ما أرجع فلسطين. المهم طيب، بنرحب ألف فيكم العافية جميعا. دكتور. وإحنا راح نعقد دورة الترجمة هاي، إنه في تعاون مع جامعة، مع دكتور من العراق بده يجيب. سامعين أنتم يا إخوان؟ نعم نعم تمام؟ الآن سامعين حضرتك. نعم ما أدري شو كلها. فبدنا قدمنا دورات كثير يعني، حتى وقدمنا دبلوم المترجم القانوني. اول ايش بدأنا 9 شهور، شفناه طويل، بعدين خلينا 6 شهور، بعدين خلينا اصغر شوي لانه الناس ما عندهاش قدرها. وقدمنا دبلوم المترجم العام، وبنقدم دورات يعني، وراح نعلن عن دورة ان شاء الله. طيب برحب فيكم جميعا. احنا الهدف من هذا اللقاء يعني التعارف قوة، الجمع قوة، المعرفة قوة يعني في النهاية. أنا بجوز ما يعني الهدف من هذا اللقاء أحكي شو بعرف أنا كمترجم أو كمدرب، نتعرف على بعض. إذا عندكم أسئلة بجاوب عليها، ويصير بيننا تعاون. يعني هي الحياة مصالح مشتركة يعني، ما إذا في مجال نتعاون مع بعض. أنا طبيعتي بدعم أي واحد، يعني حتى اللي بده يسوق حاله ولا تسوق حاله عبر الشبكات، أنا عندي قوة إعلامية على الإنترنت تصل 10 مليون يعني من زمان بانيها. بدك تبحث عن وظيفة، عن أعمال ترجمة إلى آخره. اليوم بدي أحكي عن الترجمة القانونية، علم وخبرة وثقافة وتدريب ومرشد. طبعا المشهد الترجمة بشكل عام فوضوي، رغم ان انا بذلت 22 سنه من عمري لبناء قوه للعقل العربي وللمترجمين العرب، لكنهم مفلسين للاسف، مش قادر تسقطهم مثل الاغنام السارحه. وانا لحالي تقريبا بنيت قوه ومعروف في 200 دوله، وهم مش قادرين الواحد يمشي حاله في الحياه. المهم طبعا في تسيب في المشهد سواء الترجمي او التدريبي. في ناس أدعياء الترجمة كثيرين، أدعياء التدريب يعني. أوكي كمدربين نسأل، إذا كان في حدا قبلي كان عام 2005، أنا أزعم أني أنا أول مدرب عربي، ووقت تشهد لي يعني اللي كنت أنا مؤسسها. ف طبعا الجامعات ما بتوفر تدريب جيد يعني. الله يرحم الدكتور عودي عودي، قلت له يا أخي أنتم بتخلصوا ماجستير وبتقدموا هذا؟ قال لي والله معك حق. قال لي، قلت له طيب تعاونوا مع شركات ترجمة دربهم؟ قال لي هو في الشركات ترجمة. قال لي بس احنا مقصرين. قلت له انت الله يرحمه. فما الجامعات ما بتوفر تدريب جيد يعني، حتى تعليم يا سي بالكاد يعني. انا بنت اخذت معي، ممكن هم في النهاية هو يؤدي دور، بس انه الجامعة مش نهاية العلم ولا نهاية المطاف. الشهادة الجامعية مدخل للحياة، بس بدك تكافح.
بدك تبني حالك. على دورنا اللي صار مترجم بشق الأنفس، لأنه بدك تكون متمكن باللغتين العربي والإنجليزي. طبعا أوكي أنا تخصص إنجليزي واللغة العربية مش تخصصي، أوكي بحكي عربي، بس كانت ثقافتي تلعب دور. بس أنتوا صح لكم فرصة أنكم تتدربوا، بتدرب ما بخليش حالي، ماني أنا قاعد ببني مهني لخمسين سنة لقدام إلى آخره. فهي علم أوكي، في يعني في نظريات ترجم، في علم ترجم في الجامعة، بس هاي كمدخل بسيط، لكن لازم أتدرب وخبرة. يعني مش معقول واحد مثل ما حكيت لكم باخذ دورتين عندي بنط، ما اشتغلش مترجم لسه مدرس صار يقدم دورات ترجم. طب كيف عرفت يخل؟ طب انا واجهت مشاكل لما بشرحها في التدريب بحاول يتجنبوها الناس. يعني مش، وطب يعني مش معقول، يعني هاي مثل هؤلاء أدعياء. وثقافة، المترجم هو إنسان مثقف، يعني لازم مثقف بنظامين، يعني مثقف بشكل عام، هو متمكن في اللغتين، و بده ترجم قوانين خاصة الترجمة القانونية. هي أنت بدك تعرف الأنظمة القانونية في بلدك ولا في البلد اللي بتترجم منه أو إله، حتى في العالم. يعني أنا بقرأ مثلا اتفاقيات حتى الأممية، حتى قوانين دول أخرى. أحيانا تضطر إنك تفهم تقرأ القانون الأساسي اللي هو أو الدستور لبلد معين، أو قانون المرافعات القضائية بسموها في السعودية، بس اللي هو البينال كود، دكتور المحاكمة عفوا على المقاطعة، الجنائية، لازم أفهم. ها دكتور عفوا على المقاطعة، بس لو سمحتوا اتفضل. تأكدوا لنا إذا شايفين الشير سكرين، لو سمحتوا إذا الشير سكرين موضح عند حضراتكم حطوا لنا رقم واحد بالشات، إف نوت لنرجع نطلب من الدكتور يعمل شير سكرين. طيب دكتور، على جميع الأحوال إذا في مجال ترجع تعمل شير للسكرين. ليش مش واضحة مقروءة صح؟ هلأ وضحت عند الجميع. أوكي اوكي تمام. طيب. التدريب ضروري، أنا عندي شعارين حاطين بالأحمر، التدريب التدريب التدريب، القراءة القراءة القراءة. وأنا ما دربتش، يعني أنا كنت أشتغل صدفة مدرس، رحت قدمت لشركة محاماة في جدة، هاي دائما بشرحها القصة. فتعينت شركة محاماة أمريكية فيها 30 محامي وست مترجمين عمالقة، حتى رئيس قسم الترجمة كان عمره 74 سنة، دكتور متقاعد من دمشق فلسطيني سوري. فعينني رئيس الشركة، اختبرني، حتى رحت بشبشب من كثر ما أنا مستهتر. طبعا نجحت في الاختبار، كنت شاطر، يعني أنا كنت حتى دارس في مدارس الشيوخ والأمراء، يعني كلهم أجانب المدرسين أو أغلبهم. هسه بدي أفرجيك إنه كيف القراءة بتفيدك. لما اشتغلت كان رئيس قسم الترجمة حد ضدي، كيف انه واحد يعني يتعين مش عن طريقه ويعطيني مرافعات قضائية، وانا شو مرافعات قضائية؟ مرافعات قضائية على مستوى دولي، يعني بشركات عملاق طبعا. واروح اودي له الترجمة يرد يأشر لي بالاحمر، يخلي لي اياها بوكسة بندورة. طبعا انا عندي كرامة عالية، انجن اروح. طب شو بدي اسوي؟ انا ما عنديش خبره، يعني اوكي عندي اساسيات، كنت حتى مصدر كتابين في الجرامر بس مش مترجم. يعني انا مصدر اول كتاب في الجرامر في فلسطين في 94، الثاني في 98 في السعوديه، بس مش مترجم. فهذا يعني سبب لي تحدي. كنت اصور عندهم ارشيف من ال 74، اصور عقود، اتفاقيات، مرافعات قضائيه، وافهد لكم واروح على البيت اظل اقرا أقرأ أقرأ. طبعا القراءة لما تقرأ نصوص، طبعا هاي الترجمات بتكون يعني مدققة ومراجعة، يعني طالعة من قسم ترجمة، يعني الترجمات اللي بتطلع من وزارات الخارجية أو من وزارات العدل أو من شركات المحاماة بتكون فيها تدقيق ومراجعة. مش يعني واحد بيشتغل مترجم لحاله في بنك، هو بيعيد مفرداته في النهاية أو في مكتب لحاله. يعني هاي بتكون، فكنت أصورها وظل
افهدها واظل اقرا، وصدقوني كنت ثاني يوم الصبح اروح وانا مش نايم، لانه كرامتي بديش انجرح، انا راجل قاعد بحكي كرامه طول حياته، كيف اني اتبهدل؟ فكنت اقرا بدليل خلال سنتين، تخيل صار عندي خبره 15 سنه، طبعا اتطورت العلاقه، اتطورت قدراتي بشكل هائل، حتى صار يحبني رئيس قسم الترجمه ويحكي لي حياته، واصير احيانا يستعني كل اطبع لي عامل، طبعا هذا عملاق اسمه محمد زهير السمهور الله يرحمه. فخلال سنتين كان عندي خبره 15 سنه، كيف اثبت ذلك؟ يوم من الايام بقرا في اختبار في وزاره جريده الشرق الاوسط، هاي تنشر في كل الدول العربيه، طالبين مترجمين لوزاره الخارجيه في قطر. رحت قدمت عادي وانا في جده، قدمت قالوا لي اختبار في قنصليه جده في قطر، رحت قدمت. بعد شهرين ولا هم مستدعيني مودين لي رساله انه تمت الموافقه او تم قبول طلبك للعمل في وزاره الخارجيه. تخيل انا لسه صار لي سنتين بالمعنى الحقيقي، بس انا فعلا كنت سوبر ديلكس، خبره 15 سنه من خلال القراءه والتدريب، واقرا ترجمات زملائي لاني انا بحب القراءه بطبيعتي. لما رحت على قطر ولو بكل اللي تقدموا صدقا لا اتذكر، بس انا مش حافظ الرقم، يا كان لي 300 يا 700 اللي اختاروني، انا واحد عراقي عملاق وواحد اردني وواحد لبناني. تخيل شعرت بالزهو طبعا، شو انا صار لي سنتين بنط مباشره، بس فعلا كنت واثق من حالي، وكنت حتى معاد قاموس ابو 500 صفحه او 600 صفحه قانون السياسه وضاع على الجهاز الله يرضى عليه. فالقراءه بتفيدك وبتتعلم مفردات جديده، تراكيب جديده، والتدريب تدرب عند مدربين محترفين يودوك على الطريق، تراكم تتدرب صح، مو مش قصة الترجمة مش جرامر يعني، وفي مصطلحات لا تستخدم إلا في الترجمة القانونية. المهم أنا بدي أحكي عن محاور أنتم بتعرفوها يعني، بس أنا الهدف دائما بنصحك يكون لك مرجعية مرشد، أما هيك وتحصل على تدريب جيد وتقرأ من مصادر، يعني في مصادر كثيرة في الإنترنت، يعني مواقع، يعني نروح على موقع وزارة الخارجية الأمريكي، هاي بتنشر حتى البيانات الصحفية بتكون مترجمة، بس عادة ما بنشر شيء يعني مش مراجع، تعرف هاي يعني باسم وزارة. في مثلا مواقع وزارات العدل، قانون المحاكمات الجنائية مثلا أو العقوبات الجنائية أو النظام الأساسي أو الدستور، وزارات العدل، حتى المواقع الصحفية مثلا إذا كنت فلسطيني في شو اسمها هاي وفا إلا الموقع بالثلاث لغات، حتى وبي ال او كمان، حتى بترا إذا كنت أردنية، يعني إذا بجيب النص الإنجليزي لأنه هذول بكون عندهم أكسان ترجمة، يعني ما بيجي واحد لحاله مترجم بروح بنشور، لأنه هذا بيمثل مؤسسة، فاهمين علي؟ الله يعطيكم العافية. فأنا دائما بنصح بالتدريب، ما تبخلش حالك بالتدريب وتدرب صح. هسه في مصادر كثيرة في الإنترنت، وفي حتى نصوص، في عقود كثيرة مترجمة، عقود يبحث في جوجل حتى مسارد. لكن شوف تيجي تتعلم لحالك على اليوتيوب، وفي على اليوتيوب حتى قنوات للترجمة وكتب للترجمة كمان، لكن إنك تدخلها لحالها بدون مدرب بدون مرشد بدون موجه خطأ، لأنه أنت يعني في النهاية يعني ما تعلمت علم صحيح كيف الترجمة، فاهمين علي؟ عادي أنا هسه ممكن أقول لك روح ترجم عادي، كل الناس تستخدم جوجل، بس أنا بقدر، أنا بستخدم جوجل إذا تطلب الأمر، بس أنا بعرف وين أخفق جوجل، جوجل ترانزليتر أو مواقع الذكاء الصناعي صار الناس تركن عليه، بس الذكاء الصناعي يعني بيخطئ كمان، يعني إذا أنت ما كنتش متدرب صح وعارف إنه هان وافق على اللي بده يدخله، يا رجاء اللي داخل بأرقام وحروف، هاي إنه في إحنا بنقدم تدريب أونلاين، راح نعمل دورة أونلاين، هاي بنصحكم فيها، إحنا بنقدم دوراتنا أونلاين يعني يا أستاذ محيي،
فراح نعلن عن دورة قريبا، وفي قلت لكم تنسيق مع أهل العراق بدهم يعني يسوقوها يعني، بس هي مفتوحة لكل الجنسيات. راح نعلن عن دورة وممكن نكملها لدبلوم للمهتمين يعني. بس أنا دائما بنصح، بحكي بصدق، أنا مش نظرتي للناس مادية يعني، أنا نظرتي حتى للتدريب حضارية، ومعني بتخريج جيل قوي من المترجمين المحترفين. يعني وللأسف ما في مرجعية يعني، كل واحد بيقول لك أنا بدرب يعني. رحت زرت مدرب يعني، في كثير أدعياء، بديش أحكي كثير أنا لأنه ما بحبش يعني أتطرق للناس يعني. ما في خبرات، وللأسف هم بيهابوا من عامر العظم، لأنه عامر العظم معروف من 2005 كمدرب، معروف مترجم من قبل ذلك. وبعرفوا أن أنا يعني إذا أنا مقدم 30 دورة، وأنا انقطعت 10 سنوات عن الترجمة وهذا، قدمت 30 دورة ودبلوم، هم بيعرفوا أن أنا يعني لا أدعني مترجم سوبر، أنا بعتبر حالي مترجم جيد يعني، ما أعتبرش حالي ممتاز يعني. أنا اشتغلت في شركة محاماة في وزارة الخارجية، واشتغلت عندكم في فلسطين في هيئة مكافحة الفساد. المهم، فبنصح بالتدريب. طبعا الترجمة القانونية مقدم يعني، معروف هاي، تعرفوها من لغة إلى أخرى. لازم الترجمة القانونية هي من أهم الترجمات، هي الترجمة الدقيقة، الترجمة الأغلى حتى في الأسعار. أنا بسميها الترجمة الأنيقة، لأنه بتعلمك الدقة، حتى بصير إذا أنت كنت ثرثار بتبطل تحكي كثير، لأنه بتعلمك الأناقة الفكرية، الأناقة حتى الثقافية، بتكون مختصر ومباشر. وطبعا لما بتتقن ترجمة قانونية بصير من السهول بمكان تتصدى لأنواع الترجمات العامة الأخرى، بصير بتشعر بثقة عالية جدا، سواء كانت صحفية سياسية يعني عامة، أي كانت عامة، مش متخصصة طبية بدها تكون طبيب يعني، هاي ما فيها. دينية بدك تكون يعني شيخ وحافظ القرآن وعايش والد في أمريكا ولا في بريطانيا يعني. أنا مش اختصاصي ترجمة طبية يعني، الهندسي بتلاقي أحيانا مهندس متخرج من أمريكا من بريطانيا بيعرف إنجليزي وبقدر يترجم. المحامي بقدر يكون مترجم طبعا اللغوي كذلك. أنا سامحني بنتبهش للرسائل، هل ممكن فعلا الذكاء، شوفي لا ما باخذ، شوفي لا الذكاء الصناعي ولا هاي محركات الترجمة تأخذ محل الإنسان، الإنسان هو صنعها في النهاية يعني، هو صنع هاي الأشياء يعني. أنا جربت الذكاء الصناعي، مش يعني بهاي يعني، بعطيك الترجمة أحيانا جيدة أحيانا مقبولة أحيانا لازم تعدل، ما انت فاهم النص اكثر منه. بس طيب لنفرض اعطيكم مثال، في بنت مصرية كنت تستخدم شبكاتي، اقول لها روح سوقي حالك بلكي الله يطعم يرزقك. المهم رجاء كل واحد يدخل باسمه، ما يخليش اسمه مستعار، لان هذا اسلوب غير مهني وما بيحترمنا معناته جميعا. فبتقول لي بسألها قبل سنة أو أكثر، بقول لها شو أخبارك؟ بتقول لي منكوبة، بقول لها خير. قالت لي أجاني من شبكتك كثير أعمال ترجمة، بس في أحد المشاريع انخرب بيتي. ليش؟ بحثت عنها، هي في المجموعة على فكرة، بعرفها بتعرفني من 10 20 سنة. قالت لي أخذت مشروع كبير من السعودية ورحت وزعته على المترجمين، قالت لي كلهم اتقنوا عمل باكي، قالت لي من كثر الضغط انا ما راجعش وراهم يعني، بعرفهم لانه متعامل معهم. قالت احدهم باكي ماسك هالترجمات وين؟ على عمه جوجل، باكي يستخدم جوجل وين وخلص، وهي فكيرة ما راجعتش، خرب بيتها. قالت لي كل عدد شهور على هذا المشروع كبير، لانها بتحكي لي، قالت لي خرب بيتي، الزلمة ما دفع ليش، وانا رحت دفعت للمترجمين الاخرين اللي اتقنوا عملهم من جيبتي يعني. يعني جوجل ترانزليتر بيساعدك، بس انا بدي افهم وين اخفق
يعني حتى احنا في دوراتنا انا بقول لك روح ترجم في جوجل بس، وراح وبشرح لك وين هان اخفق وين ادق، بس بقنعك لاني ببقى شارح لك ليش، فاهمين علي؟ طيب، فانه يحل محل الانسان رجاء. اوكي، مسجل المحاضرة راح نرسل الرابط، بس لازم يظلك موجود هون يعني، وفي شهادة حضور بعطيكم الرابط، في يعني بدناش نطول كثير، انا ما بحبش احكي كثير. المهم، طيب المهارات طبعا قلت لك ترجم القانون اكثرها شيوعا، يعني حتى تبدا من عقد الزواج، هو عقد يعني، يعني احيانا بدك ترجم عقد الزواج، سافرت ولا هاجرت، الطلاق هو عقد. يعني الترجمه القانونيه بقسمها انا عامل عظم 4 انواع، ترجمه اللي هي الشهادات والصكوك، شهاده الميلاد، شهاده الوفاه، شهادات حسن السلوك، يعني انهاء خدمه، حتى توكيل قضائي او وكاله خاصه، او يعني هاي الشهادات اللي من صفحه واحده او صفحتين، والصكوك القانونيه، هاي رقم واحد. رقم اثنين ترجمة العقود والاتفاقيات، وهذا علم كبير، يعني طبعا في اتفاقيات أنواع، يعني العقود أنواع، مئات الأنواع، يعني في عقود مثلا العمل employment، التأجير articles of association، عقود تأسيس، بدريش بيجيني بقول لي إنه طيب لما بنختفي الصوت خبروني في مسج، بدريش انه بسكروا علي ما بعرف مين. المهم، فالعقود يعني التأمين، الامتياز، الوكالة الحصرية، مئات الأنواع من العقود. وحتى في عقود العمل، يعني ممكن عقد عمل يختلف عن عقد عمل ثاني، عقد تأسيس شركة يختلف عن الثاني، لأن كل شركة لها اختصاصاتها في النهاية. فالعقود والاتفاقيات هي الأكثر شيوعا، هي رقم اثنين. يعني علم كبير. وفي ترجمة أنا بسميها القضائية، اللي هي المرافعات القضائية، بتعرف بكون في محاكم، وإحنا حتى في دوراتنا كنا نجيب يعني شيء مباشر، يعني حتى نجيب فيديوهات أونلاين موجودة على اليوتيوب، العلم موجود بس كيف انك تديره، يعني كيف تفهمه وتقراه. كمان زوم يوزر، مين انت هذا اللي داخل زوم يوزر مش قادر يحط اسمك، هذا انت يعني مش مؤهل انك تدير حياتك، يعني مش قادر، يا بدك تكون جاسوس جاي تتلصص، فيش عند نخبيه خالتي. المهم، دكتور ف بس بعد إذن حضرتك، صبايا شباب، في على طرف أساميكم بالتشات 3 نقاط للأشخاص اللي ما عندهم خبرة بالموضوع. في 3 نقاط فيكم تكبسوا على رينيم، أوكي، وتفوتوا باسمكم الحقيقي لتوضحوا علينا إنه نتواصل مع حضراتكم، أوكي، لو سمحتوا. للأشخاص اللي لأول مرة بتعرف هيدي المعلومة، فضلا ليس أمرا إنكم تعملوا رينيم يورسيلفز لحتى نقدر نتواصل مع حضراتكم. تمام، تفضل دكتور. ف الله يلعن الشيطان، نسيت الجزء الرابع. طبعا المعاهدات الدولية والاتفاقيات الدولية، مثلا كل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أو لمكافحة التصحر، أو حتى اللي تابعات للأمم المتحدة، يعني حتى اتفاقية جنيف مثلا، أو اتفاقية التعاون الدبلوماسي، هاي اللي دائما بقول لك العلاقات الدبلوماسية. فأنت ترجمة قانونية هي الأكثر شيوعا، لأن كل حياتنا أصلا، أنو اللي بخربش هذا، حد في حد في في واحد بخربش قاعد الله يرضى عليه، هذا جاي يخرب، هذا يلا اقطع سوي. ذريع أمك اللي مخلفة، تقدر تعرفي مين هذا اللي عمل، تخربش يا خالتي. المهم، حد فيها إذا بتعرفي الله يرضى عليك تودي على أقرب حاوية نفايات. المهم، الترجمة القانونية هي أم الترجمات، لأنها سيستماتيك، مش صعبة إذا كان المدرب صحيح، يعني مش صعبة، يعني مش صعبة.
بتاتا، لانه كل اللي اخذوا معنا دورات ما كان، احنا قدرنا نقنعهم انه إيه يعني، اثبتنا لهم وتفوقوا يعني وتقدموا، وفي ناس اخذوا مشاريع ترجمه مباشره الى اخره. طيب المهارات طبعا معروف فيها، يعني لازم يكون عندك في اللغتين اتقان تام، تطور دائما مفرداتك، تقرا. المترجم لازم يكون مثقف، انا بعتبره يكون مفكر يعني، وكاتب هو المترجم. وانا اذا انا بترجم يعني، انا ما بقدر اترجم اذا ما فهمتش النص الاصلي، واتقن لغه العربي، وحتى اطور لغه العربيه يعني، لانه يعني مش ممكن يعني اتقدم واطور لغه الانجليزي. انا صدقا يوميا بقرا 10، بديش اقول بس اقل شيء 5 ساعات، بس انا بقرا حتى 18 ساعه، لاني بشتغل وبقرا يعني، بقرا اقرا في المواقع الانترنت، حتى في اليوتيوب انجليزي عربي كل التخصصات. طبعا لازم تبني ذخيره لغويه، يكون عندك مخزون لغوي. يعني انت بير فارغ لو تحط فيه 50 دلو بيطلع مي؟ بيطلعش. فبالتالي كلما قرات، كلما ثقفت نفسك، كلما زادت المحصول اللغوي والثقافي عندك، تزداد قدرتك على الترجمة. حتى أنت لما بتكون مثقف ببين لك وهج في حضورك، يعني ببين الشخص المثقف لما بتشوفه بتقول فعلا ببين هذا بعب الرأس. فاهمين علي؟ يعني الثقافة هي يعني هي شخصيتك في النهاية. أنت لما بتقرأ كثير بتكون قادر حتى على التعبير أكثر، قادر حتى على التفاوض، على الحديث أكثر، يعني بيكون مخك شغال، في راسك مليان علم يعني. يعني لو حطوا 50 دلو بيطلع من راسك يعني، تقدر تحكي. المهم فلازم الإنسان يقرأ، تشكل شخصيتك، بتثقف نفسك إلى آخره، سواء كان في مجال التخصص أو حتى في المجالات الأخرى. حتى القراءة كنت كارهها وانا في الشباب، انه بتاخر مجيء التجاعيد، بقول لك بتنشط الوجه والدماغ يعني، تمنع الترهل. المهم طيب طبعا انت لا يمكن ترجم قوانين او هذا، لازم يكون عندك خلفيه عن القوانين في البلاد الاخرى. يعني اذا كنت مثلا تشتغل في وزاره الخارجيه، انا كنت اضطر اروح اقرا يعني قوانين لدول اخرى. لما كنت اشتغل في هيئه مكافحه الفساد، كانوا يطلبوا مني اترجم طبعا كان تعرفوا، يوم من الايام طلب مني عقد دوره في الهيئه. طبعا قال لهم الدكتور الله يسهل عليه صديقي رئيس الهيئه، يعني تسمعوا فيه مش راح احكي اسمه يعني، هسه حط واحد بداله. المهم قال لها روح للبنت المهتمين، روحي جيبي لي تواقيع اللي معنيين، في 35 واحد منهم مستشارته هي الشخصية لرئيس الهيئة. بقول لها يا ست رشا ليش بدك تاخذي دورة أو شيء؟ بتقول لي يا أستاذ إحنا ما في عندنا علم قانوني، يعني في سمنهوري بتوقع علم مصري، بس ما فيش يعني ما في إنتاج قانوني ثقافي يعني بالمعنى. اوكي عندنا القرآن والهذا، بس في امريكا في يعني العلم، يعني القوانين تتجدد، في علم قانوني بهذا. بتقول انا دائما بقرا في المصادر الاجنبيه وبدي اطور لغتي. فانا كانوا يبعثوا كانت مثلا الهيئه بدها تطلع على التجارب الاخرى في مكافحه الفساد، روحوا تجيبوا لي 200 صفحه 300 صفحه وترجمني يا عامر. فاهم علي؟ او كنت استمتع يعني، لان انا بطلع كلغه انجليزيه حديثه وبستفيد يعني كثقافه. فانه انت كمترجم لازم تكون مثقف، ما تقوليش انه مش قادر تحكي كلمتين وبدك مش قادر تصف كلمتين تحكيهن وبدك تكتب لي صفحتين، كيف صارت يعني؟ لازم تقرا وتثقف نفسك، وتكون تعبي شخصيتك بالعلم إلى آخره. التدريب والتأهيل، هذا التدريب لازم تتدرب، ما تبخل حالك تدريب، لأنك أنت بتبني مهنة يعني. أنت دفعت، إحنا في فلسطين الأردن بندفع 10 20 ألف دينار تيتعلم يعني، أنت بجوز في الدول الأخرى محظوظين، في لبنان بتوقع بدفع، في مصر لا، في اليمن ما بعرف. فأنت تدفع 10 20 ومبخل حالك تدفع 500 دينار على التدريب، ليش؟
ما انت قاعد تبني في مهنه، في مهنه لك. حتى لو كنت في مهنه اخرى، انت كبنت سلحي نفسك بالعلم. قلت لك سواء اجى هالعريس التعيس ولا عمره ما اجى ان شاء الله، ولا انه كبرتي جوزتي هالاولاد، ولا كبرتي جوزك، تقدر تشتغلي. يعني في امامك خيارات، العالم امامك يعني. وانت كبنت لازم تكوني مسلحه. ما فيش يعني بناتنا، يعني المرأة العربية بتعاني، يعني احنا بنعاني الرجال، احنا مش يعني في وضع يعني سياحي، مش في وضع سياحي، لكن المرأة عليها ضغوط وقيود والتزامات أكثر يعني، وحساسة أكثر. يعني الولد لو تخرج هذا بكل أبوها حاكمة كالدخان، البنت بتستحي تقول لما ولا أبوها يما مش لاقيش وظيفة هذا. فأنت سلحي حالك بالعلم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. اتدربي وتدربي صح. قلت لك العلم لا يكفي، يعني العلم منشور في الإنترنت، مليان ترجمات، مليان. طبعا أنا بشوف ترجمات، في ناشرين ترجمات كثير لكن سيئة الترجمة، منشورة باللغتين. يعني هسه لو تفوت على الإنترنت كله بدي عقد تأسيس شركة باللغتين، أو تقول له عقد عمل باللغتين، بيطلع لك وكالة بس أنا كمترجم وكمدرب بقدر أعرف وين في إنه هذا ترجمته جيد ولا لا، لأن أنا عندي الخبرة. الخبرة بتلعب دور. طب أنا عندي خبرة تزيد عن 20 سنة، يعني هل أنا أقارن بواحد خبرته سنة؟ وعلى فكرة برضو يوما ما بطلب من مترجم بيشتغل في قطر عندكم في وزارة، وإله صفحة فيها 80,000 واحد، يعني بنشر أشياء علمية، بقول له تعال قدم عندي دورة، يعني بيشتغل في وزارة الداخلية في قطر. قال لي يا أستاذ، هو بيعرفني من 20 سنة، قال لي يا أستاذ أضحك عليك، إحنا يا سيدي في الوزارة يجينا كل شهر شهرين صفحة صفحتين، تعرف أحيانا يعني موظف رسمي، يعني مش بالضرورة إنه كل يعني ديلي ترانزليشن عنده ترجمة يوميا. فاهمين علي؟ بس في فرق بين مترجم ترجم بشكل مكثف. انا هذا المترجمين اللي اشتغلت بشكل مكثف، ما فيش فيها يعني كل يوم في ترجمه، مش يعني غيب شهر، يعني في جدي كل يوم بدك تترجم 8 صفحات او تراجع او تدقق، يعني هارونه. في وزاره الخارجيه مليانه، كنت انا مسؤول عن كل ترجمه الاتفاقيات اللي مع اوروبا، لان انا كنت اشتغل في قسم الشؤون الاوروبي الامريكي، كل الاتفاقيات الدبلوماسيه انواع كثيره، صحي عسكري استثماري رياضي انواع كثيره، والبروتوكولات الدبلوماسيه كنت اترجم انا، فش غيري انا. وكل المراسلات اللي بتيجي من سفارات داخل قطر وين بدها تيجي علي انا، انا يعني اترجم المراسلات حتى اكتب الصيغه هذا. والمهم فعشت تجربة صعبة، وصدقا أنا ما بدي أحبطكم. أولا أنا صرت مترجم لما عمري 34 سنة، يعني المستقبل أمامك. أنا كنت مشتغل مدرس 8 سنوات، يعني ما تيأس. رقم اثنين، بدك تتواضع في العلم. أنا صدقا كنت أعتبر حالي مترجم جيد بعد 10 سنوات، كنت أخاف يعني مش عملية سهلة، وأظل أقرأ، أنا من النوع اللي بقرأ طول حياتي يعني. بس بدك تتواضع في العلم، ما تقول انه انا وصلت. انا لحد الان اذا بعرفش بقول لك بعرفش، تسالني بقول لك بعرفش، بس هذا بنتقصش من كفاءتي يعني. لانه حتى انا في دوراتي بجيب نصوص حديثه، يعني بجيب لغه حديثه، حتى لغه قانونيه حديثه، لان انا بدي اطلع حتى في الترجمه الصحفيه او شيء، بدي اطلع على اخر المصطلحات. لاني شفت بعض المدربين جايب لي نص من الحرب العالمية الثانية، صدقا صدقا، واحدهم اجى قدم عندي محاضرة، وقدم عندي هاي المحاضرة جاب لي نص 10 سطور من الحرب العالمية الثانية صدقا، وظل يهري فيهم لساعتين. طب يا خالتي يعني، طب هذا نص قديم يعني، بحاول ان انا كمترجم اكون متجدد اقرا يعني. في حتى انا الترجمة القضائية بروح صرت اقرا يعني، اتابع على اليوتيوب، بس بقدر اجيبها للمشارك واصير اشرحها واقول لهم وين هان الترجمه صح ومش صح يعني الى اخره، بعلمه هاي التقنيات. طيب المرشد لازم يكون لك مرجعيه في الحياه.
يعني مرجعي تقول انه انا يعني مرجعي كشخص كاستاذ جامعي ممكن يكون في الترجمه، تكون عندك مرشد موجه تستعين فيه او يكون داعم لك. اما هيك انك تظلك سارح يعني، وبرضه مرشد ما عندوش خبره، هي مشكله يعني، ما عندوش يعني مش مترجم محترف برضه مشكله هي. وقلت لك علم بدون مدرب مشكله. وعلى فكره مش كل مترجم بيقدر يكون مدرب يعني، معلم لغه انجليزيه شيء والمترجم شيء والتدريب شيء اخر. يعني بتلاقي انا بعرف مترجمين كثير بس بقدرش ادرب، لانه التدريب مهارات وقدرات في النهايه الى اخره. طيب انا بديش قربت اخلص. طبعا شوفوا فرص ترجمة كثير لا تنتهي يعني، ما دام فيها اللغات مئات اللغات العلم موجود. برضو انت اذكر سيرتك الذاتية بدورة بدبلوم هيك اصلا لما بتروح على، احنا طبعا جمعيتنا يعني معبي العالم يعني، انا مفزع العالم وكلهم عندي، كل جمعيات واساتذة الترجمة والاكاديميين يعني شو بدي احكي يا عامر الشيطان. في شبكة حتى في 25,000 شركة ترجمة أجنبية، حاشرهم كلهم، أنا سحب كل إيميلات البشرية وحاطهم في معتقلاتي. قصد الترجمة لن تنتهي يعني، الفرص أمامك كثيرة، لكن أسكل السيرة الذاتية تبعك، اعتبرها سنة امتياز يا أخي، أو سنة امتياز. درب حالك صح وانطلق، سواء ابحث عن وظيفة يعني. احنا لو تقول من جمعيه المترجم العرب بضرب تحيه عسكريه، انك ماخذ دوره ولا دبلوم، بعرف عامر العظيم من 20 سنه وبعرف جمعيه المترجمين يعني، وبعرف ان انا عالم يعني. في النهايه انا مش يعني مش فارض حالي في على البشريه بالجعجعه، انا بشتغل 18 ساعه بس، انا مترجم محترف ومدرب محترف وقائد محترف يعني، مش انه ومنجز ومنجز يعني. انا انجزت 3 سنين 20 لوحه تكريم، هاي السنة أنجزت 3500 إهداء، رشيتهن على 200 دولة ومديت فرشة ومخدتين، أنا حفرت اسمي في العالم يعني. المهم أمامك المستقبل، ما تيأس، بدك تقاتل، أنت الحياة ولا أحد غيرك، ولا تيأس من أي شيء، حتى لو أنك جيعان قاتل، قاتل بشرف وحاول. المحاولة أنا عندي نجاح. واللي عنده أسئلة هاي الختام والمناقشة طبعا، أنا برحب فيكم، تقدر تراسلوني على الخاص، بودي لكم رابط إذا مش منضم لمجموعتنا على الـ على الـ على الواتساب. هاي الرابط، اللي عنده أسئلة اللي قال لأي تعاون اللي بده بدعمه، ما عنديش مشكلة، أنا مش نظرتي للناس ماديا يعني، كنت أعرف. هاي رابط مجموعتنا على، هسه بعطيكم رابط شهادة الحضور بعد 5 دقائق إن شاء الله، ما تقلقوش. بس ما حدش هاي رابط مجموعتنا على على الواتساب. بالنسبة لشهادة الحضور رجاء، أنا ما بقدرش أتابع، شوقية راح تصلي صلاة القدر او هذا يعني، بحط اسمه صح وبريده صح، بتصل لبريده او يفحص السبام، بس ما يسالنيش ما وصلتنيش، معناته الخلل عنده، هذا مبرمج من جوجل مش من عندي يعني. فانا راح اودي لكم هسه، اودي لكم رابط شهاده الحضور، اللي عنده اسئله يتفضل بدون ما يرفع اصبعه، عادي يحكي مباشره يا اخوان. انه هذا اقطع زريعة امك جاي تخربها، انا اللي شاطر فيه. ايه، بدنا نعقد دورة بالتعاون مع مع جامعة عراقية او مع دكتور يعني، وراح اسوقها ان شاء الله. إيه، بتقدر تتواصل الواتساب تبعي انا، هيني بكتب لكم اياه. إيه، بس ببين استنى اشوف اللي بده يحكي، تفضل يا اخوان يا اخوات عادي، ما يستحيش.
هاي رقم الواتساب انا اللي بدنا نعمل احنا دوره، اللي مهتم فيها بسجل، اللي مش مهتم بودي لكم هذا، بودي لكم اشياء اخرى ان شاء الله. 970-59 اللي في الاردن حابب يعزمني على صدر منسف برضو اهلا وسهلا، تعزمني 2-3-2-5-6-5-6. اوكي، 3 محاضرات في 3 جامعات اردنيه للعلم خلال الفتره الماضيه. انا ما خلصت حدا، رزق انتهاني خالتي. طيب احكي يا زلمه، انا انت مخرس الجميع يا ميساء. الو، وين رزق؟ صحيح، أنا حاطة أوبشن إنه اللي بيريد يحكي فيه ويعمل ريز هاند لا لا، تفادي ما أنت خليك، ما أي تعمل ميوت، إزعاج. يا هلا افتحي هلا بفتح للميكروفون المايك. يا للجميع، افتحي لانه مدير لرزق قدم. تفضل يا رزق، لا اللي بده يحكي يحكي يا اخوان. اللي بده يعرفنا بنفسه يعرفنا برضه، بنرحب فيكم جميعا. اي تعاون احنا بنرحب فيه، احنا ذراع حضاري ومهني متقدم، ونحن اقوى جمعية في العالم، في العالم، واتحدى في العالم، انجازا وانتشارا واحتراما، صدقوني. أوكي، أصبح المايك متاح للجميع. شكرا. مرحبا أستاذ عامر، مرحبا جميعا. يعطيك ألف عافية، جدا ممتع اللقاء. شكرا للموجودين. أذكر بكرة إن شاء الله عندكم محاضرة ما لهاش علاقة أبدا بالترجمة، مصطلحات تستخدم لوصف الناس. أحب أشوفكم بكرة نضيف لمعلوماتنا وين لفكرة رابط التحضير؟ سريع. وين رابط التحضير؟ بعد بكرة بنرجع نبعث مرة ثانية إن شاء الله، ما في على مشكلة. المجموع، على رح المجموع. نتابع. أوكي، راح تودي لكم عايشة. عايش، انت اخذت معنا دورة ولا دبلوم في أخذ شبابك المحسن؟ دبلوم أول مرة أستاذ عامر، كان أول مجموعة. اخذت معنا دبلوم وقدمت دورات لغة، هاي اللي كنت احكي لكم عنها، وشاطر، تعرفوا عليها يا بنات فلسطين. يعني اعمل حلف يا حلف. ريت يا أستاذ لو نعمل خاص. سمعت كذا حدا بيحكي بدرسه أونلاين، بفضل هيك نعمل مجموعة نتعرف على بعض. اعمل ممكن تكون مجموعة. يعطيك العافية. عايشة من حضرتك؟ هلا فلسطين. طيب بس أنا لا حبعت سهلة، لك، رح نتواصل إن شاء الله ونشوفكم بكرة. تمام، تمام إن شاء الله. يعطيك العافية دكتور. اعمل نشوف. الاتحاد قوة، الشغل الفردي ما بنفع، بزهك الواحد، والأنانية ما بتنفع، صدقوني، وخاصة البنات. ومش دكتورة انت، كل شو على السريع وانا مش دكتور. هاي الفورم انت، يعني هذا اللي همك، خلصت المحاضرة، عبي الفورم، بدي اخذ شهادة، بس ما حدش يسألني ما وصلتنيش. بتحط بريدك صح، بتصلك على بريدك وافحص السبام، مش تقول ما وصلتنيش، انا شوكي مش موجود وانا بعرفش هاي التقنيات. هذا اوتوماتيكلي، عبي اسمك، اتصلك على بريدك، ما وصلتك تفوت أستاذ عبي عامر، مره ثانيه. نعم تفضل. الله يعطيك ألف عافية يا رب. الله يعافيك، حياك الله. مين معاي؟ مش شايف الاسماء. عبد اهلا الله، وسهلا. عبد الله عدنان، أنا من الأردن، من عمان. حياك الله، حياك الله، الله أهلين. يحييك، الله يعطيك العافية، وكان شرح ممتاز. بس في عندي سؤال، تفضل. هسه لو بدي أنا دورة يعني متقدمة شوي في الترجمة القانونية، والدورة اللي كنت تحكي مع الآنسة معاها، إنه الدورة الأولى ومن الدورة الأولى الدبلوم كأنه أو شيء زي هيك، كيف بدي أسجل فيه؟ راح نعلن. انا شوف بدي، يعني راح، يعني بدنا نفكر، لانه انا حكيت مع الدكتور، هو موجود هون الدكتور لطيف، فاتفقنا نعمل اول شيء حكينا عن دبلوم، يعني مدته بكون 4 شهور تقريبا او 50، يعني هو 100 ساعه، 50 ساعه يعني اونلاين، وفي يعني بتعرف الواجبات فيها 50 ساعه، في يعني خلينا شهادة في 100 الموضوع ساعه. صح؟ كان اول 9 شهور، حتى عايش انت من ابو دبلوم 9 شهور، هذا اللي هرى وباركم هاري صح؟ المهم، أنا بفضل صراحة يكون هيك كمان، يعني إشي طويل.
لا ولا طويل ولا ما كثير؟ بيجي يعني متعب، فاهم علي؟ برضه احنا اختصرنا المواد، كنا نعطي الترجمة الطبية ما حدش كثير، الترجمة الفورية مش كثير، بس ممكن اجيب محاضرين يعني، مش قصة هاي، بس ممكن شوف ناخذ ابدأ بدورة، واحنا بنسمح بعد ما يعني حتى معنيين بهاي الدورة القادمة ان شاء الله راح يكون عشرات، يعني عشرات يعني عدد كبير، حتى ممكن نعمل لهم لوحة جميلة تجمعهم يعني. المهم فهاي بعدين بنقدم دبلوم، اللي معنا في الدبلوم بنظل مواصلين يعني، تحسب له هاي الدورة، فهمت علي؟ بس نبدأ بدورة، نبدأ في بنية تحتية يعني، كله يعني انا كله راح بدي يكون اخذكم معلوم. مليانين شعشبون، انتوا يعني مليانين نتش ودبش، بس بدي اجيب باقر تشتغل عليكم وحط قرقار وزفتكم هسه، بعدين ببني عليكم. المهم ف وفي مثلا يعني، وحتى بجوز ما يسأل عن دورات خاصة فيها احنا، ريكوست تو ريكورد ذا كلاود، يو ريسيف ذا ريكوست تو ريكورد، طيب احنا مش طيب، انت مسكرتيه ما يسأل الريكوردينج كاني ما بعرف، انا سلمت المهمة لهذا. طيب اللي عنده سؤال يا اخوان يتفضل، انا بنصح في الدورة هاي طور يعني، رسخ المعلومة حتى لو تقول بعرف، طب بلكي أنا أفيدك بطريقة مختلفة، تستفيد مني بطريقة مختلفة كعامل عظيم مثلا، مش بنصحك لأن أنا عامل عظيم بجيب لك 70 مدرب، أنا ما مش قصتي في الحياة مين يدربك يعني. والله لا هذا رصاد عامر، طبيب، أهلا يا أخ رزق، السلام تفضل عليكم، كيف شكرا، الحال؟ طيب ان شاء الله. والله إني بكارع في الحياة. الله يعطيك العافيه، الله يعطيك العافيه، بارك الله فيك على الجهود المبذوله، ما شاء الله عليكم، كل عام وانتم بخير ان شاء الله جميعا. وانت بخير، كيف شو الله اخبارك يخليك. واخبار الامارات وراك يا رزق؟ الحمد لله اطمني. الحمد لله الحمد لله، ماشي الامور تمام الحمد لله رب العالمين. والله يا اكسلنت. اخوان واخوات، يعني نصيحه لوجه الدوره هذه، مش دعايه للجمعيه، لا والله، يعني من باب النصيحه والتجربه، انا بحكي عن تجربه. انا اخذت مع الاستاذ عامر الدبلوم اللي هي حوالي 10 شهور ودورات طبعا كثيره. للامانه استفدنا جدا. ليش؟ لسؤال واحد او لسبب واحد، لانه الطالب يعني بيتعرض الى نصوص يترجمها من العربيه للانجليزيه وبالعكس، يعني بصير عنده يعني ثراء لغوي ممتاز، بيكسب يعني مفردات يعني عمر ما سمع فيها بالألماني، وبشكل ممتع جدا. يعني ما كان المحاضرة ساعتين، ما يعني ما نحبش تخلص صراحة. فأنا يعني بنصحكم جدا جدا في هذه الدورة، سواء للدبلوم أو الدورات، لأنها ممتعة ومفيدة، وحتلمسوا الفائدة هذه إن شاء الله في نهاية الدورات. بس هذه كلمة طبعا حق هسه قدومي بس بساطة. مترجم، بشتغل مترجم اللي اخذ معاي يعني، مش انه قاعد بده يبحث عن، بيشتغل مترجم جاهز يعني، مكو ومعطر ومشسور. الله يبارك فيك يا استاذ عامر. طبعا هو صديق عزيز في نفس الوقت يعني، اخ عزيز ما عليك زود، الله يكرمك ربنا. نحبه احنا، رزق ونحبه كثير. الله يحييك. تدريب اكثر والله يعني، شوفي يعني انا، انت هذا برجع إليك يعني، انا برضو ما تختصري حالك وتختصريني انا في اختبار وزارة العدل يعني، احيانا ممكن اختبار وزارة العدل يعني احد السنوات وانا بهدلتهم عليه، حاطين لي في وقدمت عنه في احدى دورات في رام الله وشرحت الاسئلة لانه كانت منشورة، بعد ما بهدلتهم حتى بطلوا ينشوهم، بيسألوا كلهم ضع دائرة يعني كله جرامر، واحدة الأسئلة بكل شو معنات مدود بالإنجليزي، طب شو يعني هذا، أنا اشتغلت 20 سنة ما مرش علي كلمة مدود، بتعرفي مدود الجحوش هذا اللي بنحط الكش والتبن، بشرفك هذا بيسألوا هذا في اختبار وزارة لا العدل؟ ما بعرف والله، أنا ما جربت لسه، ما قدمت الاختبار، فعشان هيك لا لا بسألك يعني يعني بعدين كنصيحة مش منك. أنا بعرفوني يعني، هم أساتذة الجامعات بعرفهم أنا، بس يعني أنا ما تختصر حالك، شوفي أنت حاولي، بس في احيان ممكن انت ما تقدرش تفتح اختبار يعني، تاخذي ترخيص جميل، بس انت التدريب ما بتخسريه في حياتك، انت انا بجوز ادرب سنه سنتين بعدين اموت او ما ادربش، طيب انت صح لك تدرب على يد مدربين محترفين مش اجداد، بدرب حالي هاي فرصتي انا، والله لو اي مدرب اخر مش دور تتدرب عندي يعني، فاهم علي؟ انا نظرتي فهمت. مش للحياه الماديه، بدك تعرف هذا الكلام، وين صح لتدرب اسكل قدراتي ممكن تفيدك،
ممكن نحطك في دورة على الاتجاه الصحيح وانت تراكمي. انا شوفي، التدريب علم وفن، انا بعلمك كيف تتعلم، مش بس بعلمك برضو حتى كيف تواصلي تطوري حالك لحالك اذا اردتي. هسا هذا برجع لك يعني، بس انه يعني بجوز اختبار وزارة العدل ما لش علاقة في هذا، بس انا بعطيك ترجمة. انا رجل اشتغل مترجم في السعودية وفي قطر وفي فلسطين، فاهم علي؟ ومؤلف حتى كتاب في عام 2011 في الترجمة القانونية في الأردن اسمه المترجم في الخندق الأول، ما شاء الله. وكتابين في الجرامر. هسا دربي حالك، اصرفي على حالك 6 شهور، اسك لحالك، حتى لما بتروحي تودي سيرتك الذاتية بدك تشتغلي كل أخذت من جمعية المترجمين العرب بيضربوا لك تحية عسكرية لأنهم بيعرفوا عامل عظيم، لأن أنا مكرم آلاف يعني منهم يعني، وكلهم مشتركين في شبكات يعني. اللي بقول لك بسمعش عامل عظيم كل يوم عايش في العصر بس أستاذ إن شاء الله عامر، عندك دكتور أستاذ قوي. عامر بدي العفو. أتشكرك أنت والست سحر. أستاذ عامر إيش؟ بدي أتشكرك أنت والست سحر، أخت سحر، على طب نشر اشكرنا. على نشر كتاب عقود الطلاق والزواج، وفي الأسماء طبعا المشاركين، كان لفتي ممتاز جدا، بارك الله فيكم. طب تنشر على المجموعة. احنا شوف، احنا عدينا منتجات يعني، عدينا كتاب متميز في ترجمة العقود والاتفاقيات يا ست بيسان والحكي للجميع، فاهم علي؟ راح ننشر لكم اياه. بالإضافة انشأنا منتجات كثير ومتميز وعدوه مشاركين في الدبلوم. حتى احنا في دوراتنا بنحاول، انا بخلق تفاعل بين المشاركين يعني، بنقسمهم في مجموعات في عمل، بنحب نعزز العمل الجماعي يعني. في عملنا كتيب في عقود عربي يعني، مش بس يعني جبنا 10 او 12 جنسية عقود الزواج والطلاق، عملنا كتيب رائع جدا بنحطه على المجموعة. إذا عندك، الله يخليك يا رزق، عندك يا رزق الكتيب، أنا نشطه على موجود إيه؟ موجود سعد، موجود. الله يخليك تنشره على المجموعة يعني. هذا متميز على مستوى العالم يعني. والله يعطيها ست سحر، ست سحر بذلت مجهود هائل. طبعا للاسف تركت الجمعيه لانه يعني تبحث عن رزقها يعني، تطوع ما يعني، الجمعيه احنا تطوعيه مش يعني هذا، فهي يعني تبحث عن رزقها. فكل احترام، بس هي لعبت دور كبير في بناء الجمعيه، الواحد لازم يشكر الناس دائما يعني. والله ما هو يعني خبر حتى هذا، ما بعرف والله، ما خبر يا استاذ عامر هذا، بقول مش خبر هذا اللي ست سحر تركت الجمعية، ليش؟ بتكون الجمعية يعني مش قادر تركز على عملها الخاص يعني، وانه حتى الناس ما بتودي لها ترجمة. قلت لها ما ادريش يعني هذا السبب يعني، هو اللي كان يودي لك مشاريع ترجمة قبل الجمعية بقدر يظل يودي لك يعني. الجمعية مش يعني اوكي، انا عامل هذا متفرغ لها تطوعا 24 ساعة، بس انت مش يعني، هي كانت تمسك ملفات معينة بس انه، فمش زعل يعني، ما فيش بينه وبينها زعل يعني. انا وسحر يعني، انا أكيد حضرت أكيد عرس ابنها وبنتها هان، أكيد فاهم أكيد علي؟ نعم أكيد أكيد أكيد. يعني بضل يلا اختي يعني، سحر بنتي يعني في النهايه، هي يعني والنعم انا فيها اللي ست سحر، قدمتها والنعم فيها، للبشريه اصلا. المهم بس والنعم فيها يعني، والله. فبس يعني هي اخت عزيز يعني في النهايه. صحيح أكيد أكيد. بالإضافة أستاذ عامر، إذا بتتذكر المسرد اللي سويناه، اثنين حتى مسردين، واحد سياسي وواحد دبلوماسي، كان متذكر اشتركوا فيه برضه والله بعض الأمريكان عملناه في يعني. الدورة. ده عندك هني، عندي الله يخليك تنشر هاي. شوفوا انتجنا منتجات رائعة جدا. سامعيني يا اخوان؟ الو، مسموع سامعيني؟ ها مسموع 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 سامعين دكتور. انتجنا مسرد يعني المشاركين في الدبلوم يعني، وحطينا اسمائهم. احنا مش حتى في عقود الطلاق والزواج والخلع والمزط هذا حطينا اسماء المشاركين يعني. احنا وممكن يعني حتى المشاركين في الدورات نشركهم في مشروع يتذكروا، ممكن اذا كان عدد كبير نعمل لهم لوحة جميلة يتذكروها مشان لما يموتوا يتذكرهم اولادهم. احنا عملنا 7 8 لوحات للدورات والى اخره، اذا كان عدد كويس يعني. احنا مو كلفي يعني، متعب بس انه يعني. وانت دخلت يا اخ عمار،
نشرت الرابط الفورم، يعني انت اه شكلك الحين دخلت وبدك اودي لك الفورم مشان تاخذ شهاده حضور، معناته تضحك علي انت. طب انا هسه ناقشه انا على المجموعه، مش راح انشره مره ثانيه، يعني احتراما لنفسي يعني. المهم يعني هسه دخلت بدي اودي لك الفورم مشان تاخذ شهاده حضور. طيب إيه اللي عنده اسئله؟ يعني معاكم 10 دقائق، اللي عنده اسئله يا اخوان، عنده سؤال أي أستاذ عامر بعث الكتاب على جمعية المترجمين العرب. السلام ها؟ عليكم. كتاب، عليكم السلام ورحمة الله. لا لحظة لحظة والله شوي لحظة، مش راضي ينزل كنه عشان كبير شوي. طيب باخذ وقت تودي لهم المسارد، الله يرضى عليك. أبشر أبشر على راسي. حاضرين السلام حاضرين يا عليكم. صاحبي. أهلين أهلين، حياك الله. سلام الله. معاكم الدكتور لطيف من جامعة الموصل. نعم أهلا أهلين يا وسهلا. دكتور لطيف. الشكر أرجو من جزيلا. القوات العراقية الاستنفار، هذا قبل ما تحكي. نعم، طيب أنا كان تفضل تفضل. آسف دكتور عامر، كان شوية إشكال ب يعني الأمور الصوتية في اللابتوب، فعالجتها قبل شوية. الله أولا في يسلمك. البدء، شكرا جزيلا دكتور عامر على هذه الملاحظات القيمة والجميلة حول الترجمة القانونية. أيضا أحيي الحضور، وكل عام وأنتم بخير، رمضان مبارك إن شاء الله. وأنتم بخير إن شاء الله. حقيقة أنا اختصاصي language teaching، اختصاص الدقيق هو syllabus design، تصميم منهج، ولكن لدي اهتمام جدا كبير في الترجمة القانونية. أوجه سؤالي إلى دكتور عامر العظم المحترم، هل هناك مواقع إلكترونية مختصة في الترجمة القانونية ممكن تساعدنا على فهم ولو أساسيات في هذا المجال، خاصة عن طريق يعني شو قصدك؟ مواقع يعني إلكترونية؟ الترجمة القانونية شوف نصوص باللغة، يعني كثير مواقع بتحكي عن، يعني بتحكي يعني حتى نشر قوانين يعني أو إلى آخره موجودة، بس إنك مواقع ترجمة باللغتين قصدك؟ نعم بالتأكيد. يعني ولا تشرح الترجمة قصدك؟ في كتب كثير في الترجمة حتى عربية يعني. بالضبط دكتور. نعم يعني في أكيد، هل هي مفيدة قدر الإمكان أم التدريبات اللي تكون فيس تو فيس تكون يعني مجدية أكثر؟ شوف انا يعني مين بدي على احمد المالكي، مين هذا اللي بحكي احمد المالكي؟ طيب بس انا يعني لا شيطان بتعرف يا رزق، انا ما بعرفش، انا بس انا يعني بتلاقي وزارات العدل، يعني شو بدك في، يعني بتحكي عن الترجمة كعلم ولا بتحكي عن مواد قانونية؟ ما العاد موقع الأمم المتحدة ولا مجلس حقوق الإنسان ولا مواد منظمة العفو قانونية. الدولية، يعني فيها نصوص قانونية باللغتين يعني، فاهم علي؟ أو نعم مجلس حقوق الإنسان أو وزارة الخارجية الأمريكية مثلا، تحكي هذيك سياسة، تكون تصريحات سياسية أو إحاطات دبلوماسية. موجودة في اللغتين، يعني في اللغة العربية وفي اللغة الإنجليزية. هسا الترجمة هاي لا تغني عن التدريب، يعني أنا بدي أكون صادق مع الجميع، يعني التدريب بدك تبدأ صح اشتغل صح، يعني اعرف كيف، يعني أنت راح تستغرب لما تاخذ دورات معنا أو مع أي، بدريش أنا بديش أحكي عن الآخرين، إنه أنا يعني ما أنا بحكي لك شو حكوا الناس، راح أودي لك واحد أخذت معنا دبلوم، بتعرفها عايشة وبتعرفها رزق، اخذت دبلوم في جامعه عربيه مخلصه بكالوريوس انجليزي، واخذت دبلوم في جامعه عربيه ترجمه وجامعه محترمه اشهد لله، يعني الواحد انا راح اودي لكم هسه كلام على المجموعه اسمها اماني، شو حكت عن الدبلوم تبعنا؟ يعني هسه احنا كان عندنا حتى 5 مدربين او 6 مدربين يعني قدموا دبلوم، بس كان متنوع يعني. هسه بودي لكم اياه، شو حكت هاي البنت عن دبلوم الجمعيه؟
انا بنصح بالتدريب وبنصح كل واحد ياخذ 4 دورات، هاي نصيحتي. لازم تقول دوره يكفي او دورتين يكفي، يا دبلوم يا باخذ 4 دورات. ان شاء الله بتتدرب المكان او بتروح على الشركه بتتدرب. لكن للاسف معظم الشركات، انا بعرف الناس راحوا على بعض الشركات حتى هم في الاردن، احيانا بقول لك بدربوناش كويس، او احيانا فيش عندهم ترجم بما يكفي. فانت تدرب صح، وبعدين العلم موجود، الانترنت اكبر جامعه، سواء جامعه للعلوم او جامعه للبشر، كلنا قاعدين مبسطين في الانترنت ومادين فرشه ومخدتين. لكن لما بدخل انا كمسلح، يعني بعرف كيف اني اصير اقرا نصوص ترجمي وترجمها، او نصوص باللغتين، واعرف وين. احنا برضو بنجيب لكم ترجمات وبنقول لك شوف ترجمته، وباجي بقنعك. احنا مثلا جبت عدة مرات قانون مكافحة أو معاهد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أنا كمترجم أقنعت المشاركين إنه هان ممتاز المترجم، بس هان أخفق. ما أقنعته بعباطة، أقنعته بالفهم بالعلم، بس أنا كنت شارح له ليش، لأنه بعرف. فاهم علي؟ يعني فيش مترجم سوبر، ولا أنا ولا أي واحد، بس إنه وهي اتفاقية منشورة الترجمة صدقوني من 20 سنة، بس أنا قلت لهم قدرت أعرف جنسية المترجم من المصطلحات، إنه هذا من دولة معينة، من بعض المصطلحات، لأنه بنستخدمهاش في فلسطين أو في الشام أو في الخليج، بقدر أعرف يعني كمترجم، والخبرة بتلعب دور. يوما ما في هيئة مكافحة الفساد جابوا، كان في مؤتمر عن مكافحة الفساد، بدهم يترجموا كلمات الوفود. صدقني جابوا لي 4 كلمات أنا أترجمهن للانجليزي، واحد تونسي واحد كويتي ذاكر واحد قطري، وهذا صدقني قعدت ساعات الكيت 10 12 مصطلح تونسي، على الرغم انه مستخدم لغه عربيه فصيحه، لكن مش مستخدمه عندنا يعني في المشرق العربي، لغه فصيحه. واروح ادور، اروح اوديني على مواقع فرنسيه، ما هو بدي افهمها اول ايش، انا مش مارة علي. الكاز انه بنصح بالتدريب يا دكتور. قلت لك تروح الانترنت مليان، حتى يوتيوب في قنوات ترجم كثير، بس طب ما بدك مرشد، طب بلكي هذا اللي بشرح لك يعني ما عندوش خبرة. في ناس على فكرة فنانين في الإلقاء، وبعطيك محاضرة عن ترجم وهو مش مترجم، بس لو تسأله كمترجم مخضرم بتعرف يعني، ومبدعين يعني. وفي كتب كثير حتى في الترجمة، في عقود كثير، روح ابحث على جوجل بتلاقي عقد عامل. طب انا بدي اشرح لك ليش هنستخدم، يعني ليش هنستخدم الشل. يعني احنا لازم تاخذ دور الترجمة ومعانا يعني بصراحة، يعني اختصر على الجميع اذا بدك تبدأ صح. احنا يعني مش بنسوق في حالنا، احنا معروفين يعني، واحنا بنحرجش حالنا يعني، مش هدفنا مادي في الحياة اصلا. المهم بنودي لكم المادة العلمية إن شاء الله، بنودي لكم إياها، بنودي لكم أشياء يعني. في أساسيات ترجمة القانون لازم يعرفها ألف باء يعني، فاهم علي؟ وفي ناس حتى أخذوها من عندي صاروا يطبقوها، ما عندي مشكلة يعني، فاهم علي؟ لكن أعطيك مثال، مثال ذكرتني. يوما ما بقدم دورة في قطر، صدقا ما أكذب، وكانوا يجوا مشاركين من دول عربية، أحد المشاركين في الدورة والله سوداني، وبيشتغل معاي في وزارة الخارجية لكن بيشتغل في دائرة ثانية، بس أنا كنت معروف يعني. وأنا أشرح في ذير إنه ذير أوف وذير إن آفتر وإلى آخره، هاي تستخدم كثيرا في الترجمة القانونية، والله صرخ بأعلى صوته، هو عمره في الستينات أكبر مني يعني، أجي أخذ معاي دورة مدفوعة، فاهم علي؟ أنا مش بمدح في حالي، أنا تاريخ يعني، ابحث عن تاريخي راح تعرف. والله صرخ في على صوته حتى ضحكوا كل الناس، قال يسعد ربك يا شيخ، يعني لما قال هذا اللي طلع عريان وقال وجدتها وجدتها، يعني تخيل ظلت هاي العقدة عنده. هو مترجم قدير ومتميز، بس في أشياء مش، أنا مش ضروري بذكر كل شيء، لكن لما شرحت له إياها أنا كنت أواجهها كمشكلة، فهسه في التدريب بروح بشرحها، لاني انا عانيت، رحت درست، لاني انا دارس جرامر ومؤلف كتب في الجرامر، وكنت مبدع في تدريس الجرامر، فرحت شرحت فهمت اولا، لان كانت تمر علي ذير ان وذير اوف وذير افتر وذير ابون او هيرن او ذيرن، المهم الكلمات كثير من هاي النوع.
هي اللي ناقص فلما تاسكس. شرحت له اياها مثل تقول حلت عقده عنده وصرح بقى على صوته، والله قال يسعد ربك يا شيخ، وحتى كل اللي في الكاسه صار يضحكوا يعني تخيل. فانا انصح بالتدريب، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. راح نودي لكم الماده ان شاء الله. اي شيء سؤال دقيقه ضايل يا اخوان، بدناش نطول عليكم لانه كل واحد أستاذ عابر، أنا بعثت اللي عنده بده الكتاب، يحكي. أستاذ عابر أنا بعثت الكتاب عقود الطلاق والزواج والجلوسري تبع الدبلوماسية والسياسية اثنين على الجمعية، اللي بيحب يشوفهن بشوفهن. تفضل. ما في صوت يا أستاذ عبد، إن الوقت خلص. سامعوني دكتور عامر، بس لو سمحت تفتح المايك. سامحوني، قطع عندي النت او طردتني هذا. المهم، مين كان يحكي يا ميساء؟ تفضلي. نعم، الأستاذ اللي كان عم يحكي، تفضل. أنا أستاذ رزق يا أختي الكريمة، بقول بعثت الكتاب العقود الزواج والطلاق والجلوسري تبع الدبلوماسي دبلوماتيك و بوليتكس، في اثنين جلوسري، واحد هاي بعتهن دبلوماسي. على المجموعة. الله إيه يرضى عليك يا، حياك الله، حياك الله. وحييك. هاي بعتهن. وضحى القحطاني شو بتشتغلي؟ عارفيني في حالك، عارفيني في حالك يا ست وضحى، كونك سعودية شكلك. المهم، هاي بعتنا لكم اياهن. اللي عنده أسئلة هي وداها الأخ هذا، برد ننشرها مرة ثانية. بس هاي يعني منتجات الجمعية للعلم، يعني احنا قدمنا أشياء جميلة للعقود الزواج هسه، لأنه في ناس انضموا هذا. لسه ما نزلش عقود الزواج، هاي موجود للي هذا نزل لنا الرزق. أستاذ عامر، الدكتور اللي كان بيحكي قبل شوي من العراق هذا عنده سؤال يا بسأل. اخوان؟ بدنا ننهي اذا ما حدش عنده السؤال. يعني كيف بدي اعرف يا استاذ رؤوف انك الحين دخلت بدك شهاده حضور؟ متى حضرت؟ بقول هل في شهاده حضور؟ نشرنا الرابط يعني، وخلص هسه صعب يعني، نشرته مرتين ما اقدر انشره مره ثانيه. دكتور مشي يا ميساء، مشي. انا يعني ما بحبش طيب خذي هاي الرابط يفتح. طب ما نشرته هاي مرتين، مع كل ما شفتيهوش هاي نشرت رابط استنى. يلا معاك. اوكي، ما حدش سألني ما وصلتني شهادة الحضور، يعني هي بتعبي اسمك بتصلك على بريدك شيء اوتوماتيكلي، يعني حطيت بريدك خطأ ما بتصلك بالتأكيد يعني. طيب في شيء ثاني يا اخوان؟ يعني هاي رقم، اعطيتكم رقم، انا موجود على مجموعة الواتساب. اللي مهتم بالدورة يعني اذا في العراق يتصل بالدكتور لطيف او بي يعني عادي يعني. وان شاء الله يعني هاي فرصة يعني اللي بده تدريب اهلا وسهلا، اللي بدوش يعني هو حر في النهاية يعني.
ايه احنا مش يعني احنا بنأدي رسالة يعني، بس بنحكي مع الناس. طيب سجلت فيه خلص بصلك على بريدك افحص السبان. يعني ما في شيء اعمله انا يعني. أستاذ عامر، بس بعد إذن حضرتك. طيب تفضلي يا ميساء، تفضلي. نعم، حابين أن نقدم لحضرتك، لأنه كانت هيدي الجلسة بالتعاون معنا، هيك عبو شكر وتقدير على تقديمك للقاء اليوم. شكرا جزيلا لحضرتك، يعطيك ألف عافية، وأكيد نتمنى مشاركة فعلة من الجميع للدورة. ان شاء الله احنا اي شيء، بس يعني قلت لك هاي فرصه، اللي بده عضويه بنعطيه عضويه، طبعا لها رسوم 50 دولار يعني اللي معني، بس انا مش جاي اسوق حاليا يعني. انا رجل يعني حكيت انه عن دوره، لان احنا في صدد يعني، واعلنا عنها اصلا كمله، وبعدين تعززت مره ثانيه. واي واحد شيء بقدر اساعده بساعد، اللي بده يسوق حاله ويبحث عن عمل بعطيه صلاحيتي، ينشر على شبكتي او يبحث عن وظيفه مجانا يعني، ما بدي شيء منه يعني، هاي لله سبحانه وتعالى. بس هيك ظليتوا صامتين، خليتوني احكي. ممتاز. يعطيك ألف عافية أستاذ، ما قصرت، شكرا لك على وقتك. الله يعافيك وبيسان. طيب إن شاء الله بنكون على تواصل، والله إن شاء يعطيكم الله. العافية وكل الاحترام لكم جميعا. تصبحوا شكرا على خير. جزيلا أستاذ، في شكرا أمان الله. جزيلا، وبارك حياكم الله الله. فيك. في أمان الله. تصبحوا على خير جميعا. الله.